تقرأ من المصحف ونحن نقرأ أو نصلي وراءها، لا حرج عليها أن تقرأ القرآن في صلاة التراويح من المصحف. فلقد ثبت في صحيح البخاري أن ذكوان مولى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يصلي ويقرأ من المصحف، فلا حرج أن يقرأ الرجل أو أن تقرأ المرأة في صلاة النوافل من كتاب الله تبارك وتعالى، ولا حرج على من يصلي خلفه. أما ما سألت عنه الأخت أنها تحمل المصحف وهي تصلي مأمومة خلف أمها وهي تقرأ من كتاب الله جل وعلا، الأولى ترك ذلك، لا يجوز. أنا أقول لأنني أرى الآن كثيرا من إخواننا في المساجد يحملون المصاحف خلف الإمام، يا أخي هذا أمر ما عهدناه لا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عرفناه عند الصحابة، ولا عرفناه عند سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. يعني إن كان الإمام يقرأ من حفظه ويحتاج إلى رجل ليقف خلفه ليذكره إن نسي، إن لم يكن في المسجد من يحفظ كتاب الله، فحينئذ هذه ضرورة، لا حرج أن يمسك المصحف رجل من إخوانه من أهل الصلاة أو من جماعة المسجد ليقف خلف الإمام ليذكره إن نسي أو ليرده إن طلب ذلك أو سأل ذلك. أما أن يفتح جل الناس في المساجد الآن المصاحف وراء الإمام فهذه بدعة لم نعهدها من قبل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاتباع.